أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا وحياكم الله. وروح لموضوع مهم وفي فقرتنا الأسبوعية كل ثلاثاء عن النباتات. على الرغم من جمالية بعض أنواع النباتات وقدرتها على تحمل الظروف البيئية الصعبة، إلى أن هناك بعض النباتات السامة اللي ممكن تخدعنا بألوانها الزاهية وأشكالها الجميلة فنزرعها بحدائقنا المنزلية، لكنها تعتبر ضارة لصحة الإنسان وتشكل خطر حقيقي على الأشخاص والأطفال وحتى الحيوانات الأليفة. وللحديث أكثر عن أبرز هذه النباتات ينضم لنا في الاستوديو المهندس الزراعي محمد اليفرسي. صباح الخير محمد، احنا في منطقة سامة اليوم، فالله يستر من عندها اذا ما في يعني تسبب لنا مشاكل خطيرة ولا لا. لا هي ما كخطر تختلف من نبات الى نبات اخر، بس كل النباتات اللي معانا الحين سامة، تعتبر سامة وتختلف السمية، مثلا بعضها في الاوراق، بعضها في الساق، بعضها في الاجزاء مختلفة من النبات، وبعضها في كل اجزاء النبات. طيب ممكن تعرف لنا ايش يعني نباتات سامة؟ النبات السام هو الذي يحتوي على بعض المركبات الكيميائية التي قد تتواجد في هذا النبات، سواء في أجزاء مختلفة، سواء في الورقة أو في الثمرة أو في الزهرة أو في كل أو في الجذور أو في أي جزء. عند ملامسة الإنسان لهذا النبات سواء باليد أو بالشم أو بالمذاقة تسبب بعض الأضرار. هذه الأضرار مثلا إذا ضربنا مثل على نبات ديفنباخيا، أيوة، إذا استصاغه الإنسان أو الطفل أو الحيوانات يسبب ورم في الفم. النبتة هذه اللي نبات ديفنباخيا، هذا النبات جميل جدا ومن النباتات المتحملة داخل المنزل، من نبات داخلية، لكنه يعتبر سام بالنسبة، ليس سام كمميت ولكنه سام يعني له أعراض سامة مثل تورم في الفم، تورم في اللسان، بعض الغثيان أو القيء الموجود يعني عند صاحب الإنسان. في نباتات سامة قاتلة يعني؟ لا ليس قاتلة، وإنما قد تكون مضرة يعني. طيب الحين هذه النبتة سامة صح؟ بالضبط. طيب انت جالس تمسكها الحين؟ انا امسكها ومدرك بعدها غسل يدي. يعني انه لو ما غسلت يدك مشكلة، احتمال تنتقل مثلا اذا مجروحة وطلع فيها الماء العصارة من الورق. محمد انت تخوفنا الحين يعني لا اقدر اشارك في الموضوع. اي ممكن تشارك. مثلا النبات الدفلة هذه من النباتات تعتبر خطرة، يعني للانسان تعتبر مميتة. هذه مميتة. اي مميتة، ويقال ايضا حتى جنود نابليون عند احتلال القرية أسبانيا، الجنود استخدموا هذه الأجزاء في عملية الشوي اللحم وأكلوا اللحم، ماتوا أغلبهم بسبب دخول المواد مع اللحم واستصاغ اللحم فيه. أنا تورطت في الفقرة هذه النباتات الحين. لا إن شاء الله أنت لكن عموما إيش النباتات الثانية؟ طبعا خلينا نركز بس على معلومة أنه هذه النباتات هي لزينة في المنازل أكثر شيء. هي نبات تستخدم إما في المنازل كداخلية مثل الديفنباخيا، ونباتات في الحدائق المنزلية مثل الكريسيا، نوعا ما متحمل هذا جدا في البيئة الخارجية. أيضا لانتانا كامارا هذا من النبات الداخلي اللي هو الكروتون، أيضا يعتبر نبات سام. وأيضا هذا نبات يسمى عصاري، نبات يسمى الإيفوربيا ويقول شوكة الفرس، من النباتات السامة. طيب كيف نعرف أن هذا النبات سام؟ لو تعطيني مثال كيف أعرفه؟ مثلا أنا شايف نباتات طبيعية. أقرب مثال لي أنا يعني من وجهة نظري، إذا ودي أكتشف أن هذا النبات مثلا قد يكون سام أو لا، بقطف ورقة مثلا من النبات، فيظهر في النبات مادة لبنية. أي المادة اللبنية هذه تحتوي على مركبات. هذا اللبن صح؟ هذا المادة اللبنية تخرج منها. سبحان الله. شوف يعني زي اللبن بالضبط. بالضبط. طيب. وإذا كانت موجودة معناها مادة سامة. يعني أحذر من هذا النبات وأتجنب ملامسته، مثلا استخدامه في أشياء. فأنا غامرت فيه. ذكرتني بناس يعني زي ما قال رامي يشفطونها قبل وهم صغار. ما شاء الله ما يجيهم شيء. لا إن شاء الله. طيب في أشكال مختلفة. إذا في نباتات طبيعية وبجنبها نباتات سامة، يضرها في عدوى بينهم؟ لا قد مجاورة نبات سام مع نبات سليم يعتبر نبات مكافح، يعني هذا النبات فيه خاصية أن مركبات كيميائية تستخدم يعني أو مطايرة أو كذا مثلا مضادة للحشرات اللي تصيب النباتات، يعتبر مفيد. ما أخذين لقاحات منهم وفيهم. يعتبر مفيد أيضا من ناحية البيئة. طيب واحد حصل مثلا النباتات هذه السامة وعنده أطفال ولامسها، إيش يقدر يتصرف لو عرف أنها سامة ولمسها وطلع هذه المادة اللبنية؟ في هذه الطريقة يتجنب، مثلا إذا كان النبات بالحجم الصغير
الصغير يشيله من داخل البيت أو من الحديقة المنزلية، وإذا كان عنده حديقة منزلية ممكن يحصرها في مكان هذا بعد ما اكتشف، لكن أقول للطفل استخدم هذه المادة لمسها إسعافات أولية، يعني عليه يستخدم مباشرة الإسعافات الأولية، لأن إذا أول ظهور الأعراض على الإنسان أو على الطفل يستخدم يعني على طول إسعافات أولية ما يتأخر. طيب واحد عند النباتات إحنا نقول هذه الزينة في المنزل، اللي في حديقة المنزل نقدر نقول اللي جاي جذورها موجودة وما يقدر يشيلها، كيف كمان يقدر يبعد هذه الأشجار؟ بالنسبة للنباتات الكبيرة كوجودها مثلا جذورها مثبتة في التربة ممكن يقلمها ويخليها على ارتفاع كبير، يعني مسافة متر متر ونص، إذا كانت من الأشجار الكبيرة مثل البنسيانة يقال أن ثمارها وبذورها تحتوي على مادة سامة، هذه الأشجار تقلم تكون بعيدة من الأطفال. طيب هذه النباتات احنا قلنا أشكالها حلوة وجميلة، هل ممكن أن نكمل في زراعتها إذا كانت عاجبتنا ولا وما في أطفال وقدرنا نحافظ على أنه في تباعد بيننا وبين النباتات، نقدر نخليها في البيت؟ داخليا كأطفال موجود نتجنب وجودها في المنزل، وإذا كان في الحديقة المنزلية مثلا ممكن نحدد مكان في الحديقة المنزلية نضع لها سياج لحماية الأطفال من الذهاب إليها وتكون كمنظر جمالي داخل الحديقة المنزلية، لكن كمشروع تجاري ممكن يستخدم فيها في إنتاج المركبات الكيميائية في إنتاج في الصناعات الدوائية أو في صناعة المبيدات الحشرية وغيرها. طيب انت في بدايه الحلقه محمد نوهت على ان هذه الشجره الكبيره من اخطر انواع يمكن النباتات ومميته، من النباتات السامه صحيح المميته وما تنصح ابدا يمكن حتى بوجودها بشكل طبيعي ولا عادي، هي ايضا الجهات المختصه حذرت من زراعتها ايضا في المملكه او ممكن في النبات. هذا النبات يا ساتر. طيب عطنا نصايح للتعامل معها اذا كان لابد يعني من زراعتها داخل المنزل. بالنسبة للأشجار بشكل عام نحن نتجنب النباتات السامة كونها تسبب ضرر للإنسان أو للطفل أو للحيوانات الأليفة، ونحاول نزرعها قدر الإمكان مثلا على الجانب الخارجي مثلا من البيت أو على الطريق في الأماكن البعيدة من الإنسان، هذه أهم خاصية. طيب بس بشكل سريع بالنسبة للحيوانات الأليفة إيش وضعها مع هذه النباتات؟ عندها قدرة أن تقدر تميز إذا هذه سامة أو لا؟ هي النبات عنده يعني الحيوان عنده قدرة وإدراك أن هذا شيء أكثر من الإنسان. أيوة أكثر من الإنسان سبحانه. من ناحية الشم أيوة يدرك أن هذا سام ما يتجنبه على طول بالنسبة للحيوانات خلاف الإنسان. طيب أو الطفل أنا كل مرة لو أنزع وأشوف المادة اللي بيني وأعرف أنها سامة طيب كذا خلصت ورق يمكن هي اول ما اتصرف غير هالشيء هذا اول ما ادرك ان هذا النبات انا الان جيت ما اعرف ان هذا النبات سام او لا من اجل اعرف يعني من وجهه نظري كتقريبي بشوف في ماده سام لبنيه خرجت الماده اللبنيه بتجنب هذا النبات على طول ممتاز طيب احنا نشكرك مهندس محمد يعطيك الف عافيه الله يعافيك ونروح يعني من هذه المنطقه السامه اللي احنا فيها حاليا الى ناخذ معاكم ابرز وانواع ونصائح عن النباتات السامه